وفي كلام مهم قوي اتقال، وانا عارف ان في ضيوف اجانب موجودين معانا، وبالمناسبه اتقال كلام مهم قوي ان احنا نحترم التنوع، نحترم التعدد، نحترم الاختلاف. اذا اراد احد انه يتصور انه هو عنده تمييز في قدراته الثقافيه وعايز يفرضها على بقيه المجتمعات، انا بقول انه هو يعني انتبه، انت يمكن تكون ده مسار ديكتاتوري، ده مسار ديكتاتوري في انك انت عايز تفرض عليا مسارك الثقافي وبتعتبره هو التوب القمه. لا، من قال لك كده؟ هو قمه لك، هو قمه لمجتمعك، لكن قد لا يكون قمه ليا ولا قمه لمجتمعي. ليه عايز تفرضه عليا؟ طب ليه انت عايز، مش عايزني اتطور التطور الطبيعي او التقدم الحضاري او الانساني ليا اخد وقت فيه؟ إذا كنت أنت خدت الكلام ده نجحت فيه خلال 4 قرون أو 3 قرون، أنا لسه يعني ده عمر الدولة المصرية كله، حتى لو قلنا من أيام محمد علي لغاية النهاردة ما كملتش الـ200 سنة، يعني ما كملناش الـ200 سنة تقريبا يعني. فادونا فرصة، ده هم كده وساعدونا. قال كلام مهم وأنا هقوله برضو. يا ترى لما لقوا الدول الأفريقية الفقيرة المعدمة اللي ما عندهاش فرصة، هل مؤسسات التمويل وافقت انها تمويل دون ان ترفع عليها المخاطر؟ طب ما هي مش هتتطور وهتفضل كده، هو ده مش حق من حقوق الانسان؟ مش كده؟ انا اطالبهم انا واقول لهم يعني اجادلهم في هذا الامر، اديته فرصة للدول دي عشان تقوم ولا تفضل في براسن الفقر والجهل والتخلف مئات السنين؟ عشان معايير الاقتراض او الائتمان على سبيل المثال لا يمكن يتحقق لدوله ظروفها الاقتصاديه بالمستوى ده. ما قلناش بقى ايه، لا لازم تدونا وتدونا بتكلفه ماليه اقل. هل ده حق من حقوق الانسان؟ نعم. النهارده لما يكون عندي في مصر عايز اعمل ائتمان كبير عشان اقدر احقق للمصريين مش تنمية منشآت، المنشآت دي موجودة أساسا عشان تبتدي تحط فيها الجهد اللي هيتعمل لإحياء النفوس والعقول وبناء الثقة في المجتمع. المجتمع ده مش مصدق، ما أقدرش أبدأ أقول له إيه خد حقوق إنسان، خد كذا خد كذا، وهو هموتك، هيدها تاني، هيدها إيه؟ هيدها تاني. واللي أنتوا لازم تعرفوه إن الدول اللي حصل فيها الكلام ده في الدول الجوار، ان كان في اقدر اقول عقليه قاطره لهذه الامم، ولكن حجم الفاصل ما بين العقليه القاطره اللي هي بتنظر للدوله ولمستقبلها لا يتوافق مع واقع الدوله، وبالتالي اتحركت الشعوب اذا كان ده بحسن نيه او بسوء نيه لتدمير بلادها على امل ان التدمير سيؤدي الى بناء افضل.